هل يمكن أن تحل هذه الوحدة مشكلة الطاقة في العالم؟ مصفات تجريبية صغيرة مجهزة بمعدات وتكنولوجيا متوفرة أنتجت 50 لتراً من البنزين حتى الآن. الكمية ضئيلة، لكن ما هو غير عادي أنه تم استخراجها من الهواء. فهل لهذه التقنية أي أثر على جودة وكمية الهواء في الغلاف الجوي؟ Well, the answer is no. All we're doing is cleaning up the air. So we're not taking any of the goodness, we're not taking any of the oxygen or the other goodness that's in the air. We're just taking a proportion of the CO2 out. There's an awful lot of CO2 in air, and there's plenty to work on. تقنية صنع البنزين من الهواء بسيطة. العملية تبدأ باستخلاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء الذي يعتبر السبب الرئيسي في تغيير المناخ، ويتم مزجه بالهيدروجين المستخلص من الماء للحصول على الميثانول، وهو المركب الرئيسي في إنتاج الوقود الأكثر تعقيداً مثل البنزين والغازولين. الميثانول يمر بمفاعل وقودي ويحوله إلى بنزين بعد عملية التقطير للتخلص من كمية الماء. الوقود المستخرج من الهواء يشبه البنزين ويحاكي رائحته، وهو أنظف بكثير حيث لا يحتوي على أي من المواد المضافة ولا العناصر السيئة الموجودة في البنزين التقليدي. فما كان لنا إلا أن نجرب هذا البنزين في هذه الدراجة النارية لتأكيد فاعليته. البنزين النظيف يتناسب مع السيارة الرياضية عالية الأداء، وتأمل الشركة البريطانية الصغيرة في أن تبدأ بإنتاج طن من البنزين من الهواء يومياً في منشآت ومصاف أوسع بحلول 2015. من دارلينغتون شمال شرق إنجلترا، مصطفى زارو، العربية.